المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني كان بحضور روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، وكان معاه الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني وكابتن النادي الأهلي. يمكن أبرز نقطة اتكلم فيها روي فيتوريا لما تسأل على هل من الممكن أن يتم إجراء تعديلات على التشكيلة الأساسية بالمقارنة بالتشكيل اللي بدأت به مباراة موزمبيق. الرجل قال جملة مهمة جدا: لا أغير قناعاتي بسهولة، لكن علينا أن نتحسن وأن نرى أفضل القرارات للمباراة المقبلة. معنى كلامه لو الناس بتتكلم على إجراء من 6 إلى 7 تغييرات في التشكيلة الأساسية بالمقارنة بالتشكيلة اللي لعبت مباراة موزمبيق، ده مش وارد. الرجل النهاردة قالها بشكل صريح: لا أغير قناعاتي بسهولة، وبالتالي الأمر بالنسبة له مش هيبقى في نفس الإطار اللي الناس بتتخيلها. يعني الناس من بعد مباراة موزمبيق والناس كلها عندها حق بالتأكيد في الكلام اللي اتقال، حجازي ما كانش بمستوى طيب نغير حجازي نلعب بياسر، هاني ما كانش بيكمل في الناحية الهجومية نلعب بعمر كمال مكان هاني، أحمد فتوح متميز في الناحية الهجومية نلعب بيه مكان حمدي، إمام عاشور يبدأ مكان النني مثلا، مروان عطية يبدأ في البداية مكان زيزو. يعني أنت بتتكلم على 6-7 تغييرات مرة واحدة. بس الراجل تصريحاته النهاردة معناها مش كده، وقال كمان مباراة غانا قد تكون صعبة وأمام خصم جيد، ولكننا نعلم ما يجب أن نفعله، عندنا لعيبة رجالة على قدر المسؤولية، نحتاج فقط لالتزام تكتيكي وقوة في الالتحامات لتخطي منتخب غانا. قال كمان علينا أن نبتعد عن الأخطاء اللي وقعنا فيها في مباراة موزمبيق. كل مباراة لها ظروفها المختلفة، لكن في نفس الوقت مهم جدا أن كل لاعب يبذل قصارى جهده في مباراة غانا. قلت قبل كده أن كل المنتخبات قوية وتتطور، لكننا جاهزين لمباراة الغد وسنقاتل من أجل الفوز. يعني تصريحات فيتوريا كلها بيتكلم على فكرة أن خلاص ماتش موزمبيق قفلناه، علينا أن نتعلم من الدروس المستفادة أو نشوف الدروس المستفادة ونتعلم منها، عندنا إمكانية لاستعادة النقاط المهدرة، معنى كده أن احنا لازم نكسب غانا. قال كمان يعني كل لقاء ليه متطلبات، والمتطلبات دي حسب المنافس. فكرة أن أجري تغييرات زي ما قلت لحضراتكم في البداية كلام الراجل، أن أنا مش هعمل يعني تغييرات كتيرة لأن أنا مش هغير قناعاتي بسهولة. المعلومة اللي عندي أن فيتوريا هيجري من 2 إلى 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية. المعلومة اللي عندي أن فيتوريا هيجري من 2 إلى 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية، تغيير منهم في قلب الدفاع، والتغييرين قد يكون في نص الملعب أو تغيير في نص الملعب وتغيير في خط الهجوم. الراجل عايز يعمل يعني استقرار اكتر في التشكيله، فمش عايز يغير اكتر من لاعب في مركز واحد، وفي نفس الوقت عايز يدي استقرار اكتر للتشكيله مع امكانيه دفع بعناصر تانيه تدي الناحيه الهجوميه والالتزام الدفاعي في مناطق معينه داخل الملعب. عشان كده فيتوريا النهارده قال انا قناعاتي ما بغيرهاش بسهوله، فمش هيغير من 6 لـ7 لعيبه زي ما الناس فاكره يعني، لكن المعلومه اللي عندي هيغير من 2 لـ3 لعيبه، ويمكن الموضوع مش هيزيد عن تغييرات في 3 مراكز في مباراه غانا. عموما هنستنى ونشوف. النهارده في تدريب رئيسي، يمكن بعد المؤتمر الصحفي مباشره يكون في تدريب للفريق، وبعدها باذن الله هنطمئن على كل اللاعبين اللي لغايه دلوقتي كل المعلومات اللي جايه من ابيجان ان ال 27 لاعب كلهم جاهزين لمباراه